نرجع، كنت عم بحكي على هذا السكيم. هذا السكيم كيف بتصير فيه الانتقال بالحالة الفيزيائية للمادة، واتفقت على آخر نقطة معاكم إنه المادة تتحول، أو نقطة الملتينج بوينت هي نفس نقطة الفريزينج بوينت. كنت آخر معلومة حكيتها إنه نقطة الملتينج بوينت هي عند نقطة اللي هو هذا الستيد ستيت، اللي هو درجة الحرارة هاي، اللي هي إذا عرضنا المادة لحرارة تسخين يعني heating process، المادة تتحول بشكل كامل من الحالة الصلبة للحالة السائلة، تمام؟ وإذا عرضنا المادة لتبريد freezing، المادة بترجع back on track للحالة اللي هي الفيزيكال solid physical state. فعند هاي النقطة تتساوى درجة التجمد وتتساوى درجة الانصهار، وكأني بحكي درجة الصفر، وعشان أكون أدق شوي صغيرة هي عند 4 سلسيوس ديجري للمي. إذا بدي أحكي عند 4 سلسيوس ديجري، إذا برفع بعد الأربعة يعني بزود مكعب الثلج بدرجة حرارة أكثر من 4 سلسيوس من البيئة المحيطة، ببلش يدوب مكعب الثلج من الحالة الفيزيائية الصلبة للحالة الفيزيائية السائلة. إذا برجع هذا المكعب على الفريزر بدرجة حرارة تبريد، في هاي الحالة بتضلها المادة أو تتحول المادة لدرجة اللي هي، أو بتضلها عبارة عن solid pharmaceutical dosage form. نحكي على خصائص الحالة الغازية للمادة، properties of the gases. شو هي خصائص الغاز؟ خصائص الحالة الغازية، أول معلومة بدنا نعرفها إنه تنعدم جزيئات أو تنعدم مقدار الترابط ما بين جزيئات المادة الداخلية. ما في ولا أي نوع من أنواع الروابط ما بين جزيئات المادة الداخلية، وكأنه بتكون المادة موجودة بحالة كايس، بحالة فوضى انتشارية، بدليل إنه كمان مرة إذا انكسرت زجاجة بيرفيوم عندنا بالبيت تنتشر ريحتها بتعبي البيت كلياته، تمام؟ أول خاصية فيزيائية بدي أحكي عنها للغازات، القدرة القوية جدا للغازات على التجانس. أبسط مثال عليه غازات الغرفة الوحدة اللي إحنا قاعدين فيهم. الغرفة هاي تحتوي على خليط من الغازات، أنا ما بقدر أفصل ما بين غاز CO2، ما بين الأكسجين، ما بين النيتروجين، وما بين أي غازات أخرى موجودة بالغرفة، وهي متجانسة مع بعضها، تمام؟ فأول خاصية من خصائص الغازات إنه الغازات متجانسة homogeneous with equal distribution in the volume of the container due to weak of attractive forces. بحكي لي زجاجة العطر أو أسطوانة الغاز، منقدر نحصر الغاز اللي موجود فيها بحجم الكونتينر اللي موجودة. لو كسرنا هاي الزجاجة بصالون حجمه 40 متر مربع مثلا، بدها تنتشر وتتوزع، وإذا كمان نشرناها بمساحة أوسع كمان رايحة تنتشر وتتوزع أكثر. فهي تتوزع بشكل homogeneous ببساطة لأنه قوى الاتراكتيفنس، قوى التجاذب فيما بينها، هي قوى تجاذب معدومة، تميل كل جزيء إلى الانتشار بأبعد مسافة بتكون تجمعه ما بين وأي جزيء مجاور جنبه، تمام؟ تنين It causes of a pressure or cause pressure on the container wall. هلأ بالصيف كتير بيحكوا ما تتركوا الولاعات أو ما تتركوا السبلاش أو ما تتركوا أي عطور أو أي مواد بالسيارة وتسكروا السيارة. ليه؟ لأنه الغازات لما تتعرض للحرارة بده يزيد حجمها، وبزيد هي تطبق ضغط على جدران الوعاء اللي هي موجودة فيه. ممكن جدران الوعاء أو الكونتينر اللي هي موجودة فيه ما يتحمل هذا الضغط، يؤدي إلى الانفجار. هذا اللي بيصير بسبريات الشعر، واللي بيصير بالولاعات بالصيف إذا بضلهم بالسيارة، تمام؟ لأنه جزيئات الغاز مع الحرارة اللي بتيجي بدها تريبل each other، بدها تتنافر فيما بينها. هذا التنافر فيما بينها بتبلش يزيد الضغط على الكونتينر، ممكن هذا الكونتينر ما يتحمل الضغط العالي فبالتالي ينفجر، تمام؟ ثلاثة
The gas have a movement. الغازات في عندها حركة مستمرة, which it is affected by temperature and the pressure. بيأثر على هاي الحركة هي درجة الحرارة والضغط. كلما ارتفعت درجة الحرارة, الحرارة هي مصدر أو نوع من أنواع أهم شكل من أشكال الطاقة اللي بتتزود فيها المادة. كلما زادت درجة الحرارة بتزيد الطاقة اللي بتاخدها هاي المادة. هاي الطاقة بتاخدها جزيئات الغاز وبتبلش تتعامل معاها على شكل كيناتيك انرجي, طاقة حركية, يعني بدها تتوزع وبدها تنتشر بأكبر مساحة ممكنة. والبريشر نفس بشكل معاكس, لما أنا بضغط الغاز أنا بقلل المساحة, مساحة الكونتينر اللي موجود فيها هذا الغاز, ببلش ينضغط, بتبلش الجزيئات تقترب من بعضها. اقتراب الجزيئات من بعضها يؤدي إلى إعادة تكوين روابط ما بين الجزيئات. مشان هيك لما بنضغط المواد الغازية تسال, تتحول للحالة السائلة, وهذا بفسر ليش الغاز داخل أسطوانة الغاز بيكون له صوت كأنه سائل, وهذا بفسر ليش العطر لما بنتفرج عليه بيكون سائل, لكن لما نرشه مباشرة بيتحول لحالة غازية, لأنه بيكون تم تعبئته تحت تأثير ضغط عليه, والضغط بيضمن إنه جزيئات المادة تقترب من بعضها مسافة كتير عالية, وإذا اقتربت الجزيئات ترجع بتتكون هاي الروابط, بتنتقل المادة من حالة غازية لحالة سائلة. تمام؟ الغاز تمبريتشر عادة احنا بنستخدم درجة حرارة يطلق عليها اسم absolute temperature, هي عبارة عن الكلفن. تمام؟ هي السلسيوس اللي احنا بنستخدمها في بلادنا, لا تستخدم عالميا, وانما يستخدم الكلفن. بعض الجايدلاينز او الكتب كمان بتستخدم فهرنهايت. اوكي؟ طيب اذا بدي احسب درجة الحرارة بالكلفن, هي عبارة عن درجة الحرارة بالسلسيوس قديش يضاف عليها 273, تطلع معاي درجة الحرارة بالكلفن. معناته درجة الحرارة الصفر المئوي هي تساوي 273 بالكلفن. اوكي؟ نيجي نحكي للغازات. الغازات اذا بدي اتفرج عليها من حيث طريقة تصرفاتها او خصائصها, هي تندرج او تنتمي لمجموعتين رئيسيات. The gases are divided into two parts. الجزء الاول هي الغازات المثالية, ideal gas, والجزء الثاني هي الريل جازز او النون ايديال جاز اللي هي الغازات الحقيقيه. تمام؟ الايديال جاز هذا ينطبق على الغاز اذا كنت عم بحكي عن الغاز من نوع واحد. شو يعني؟ يعني بحكي انه هاي الاسطوانه تحتوي على غاز اكسجين بيور, اكسجين نقي. في هاي الحالة غاز الأكسجين اللي بيكون بيور نقي, لا يوجد أي غازات أخرى بهذا الكونتينر, يطلق على خصائصه إنه يتبع لقانون الأيديال غاز. تمام؟ بينما الغازات اللي بالغرفة اللي إحنا موجودة فيها هي عبارة عن خليط وميكستشر, بتكون تتبع لقوانين الريل غازز. تمام؟ اللي بحكيه إنه بالأيديال غاز لما بحكي عن هذا الغاز غاز مثالي, أول نقطة بدي أحكيها لما بيكون الغاز مثالي بيكون غاز خامل, ما في أي تفاعلات فيزيائية أو كيميائية ما بين جزيئات المادة الواحدة أو ما بين جزيئات الغاز, ببساطة لأنه بيكون عبارة عن pure gas, مادة نقية. تمام؟ فالـ ideal gas there is no ability for a reaction, no need between its molecule, ما في no bond, عفوا, ما في أي تفاعلات ما بين الجزيئات, جميع التفاعلات بتكون عبارة عن تفاعلات خاملة ببساطة لأنه نفس النوع يجمع ما بين الجزيئات, هي نفس نوع المادة. تمام؟ النوع الثاني وهو الأكثر شيوعا هي الريل غازز. الريل غازز بيكون في عندي روابط, it contain bonds and it have ability to react. بيكون في عندي روابط ما بين أنواع الغازات, وبيكون في عندي ميل للتفاعلات ما بين هاي الغازات, وهذا النوع بيكون أكثر ما بين هدول الغازات. أنا رح أقرأ هذا القانون قراءة, ولما بنرجع إن شاء الله من داوم رح نرجع نرد نرجع نشرح عليه. إذا أنا عم بحكي على هاي المادة إنها هي عبارة عن ideal gas,
ايديال غاز، غاز مثالي، واتفقت انا وياكم انه بيكون نفس النوع من الغاز، بيكون بيور غاز، يعني بيور اكسجين، بيور سي او 2، بيور نيتروجين، بتكون غازات نقيه من نفس الماده. تمام، عشان انا اعرف اتحكم او احسب الحجم والبرشر، في عندي العلاقه اللي هي بتحكي P1 ضرب V1 تساوي P2 ضرب V2. P1 هو عبارة عن البرشر اللي المطبق على هذا الغاز، V1 هو الحجم اللي كان لهذا الغاز عند هذا البرشر. P2 يا إما أنا غيرت الضغط سواء رفعته أو قللته، V2 بدي أشوف شو هو الحجم اللي بده يصير. تمام، ببساطة أكتر أنا قاعدة بدي أشوف هذا القانون بقيس العلاقة ما بين تأثير الضغط على حجم الغاز. العلاقة بتحكي كلما زاد الضغط المطبق على هذا الغاز قل حجم الغاز، فهي علاقة عكسية تجمع ما بين الضغط وما بين الحجم اللي بيكون فيه هذا الغاز عند ثبات جميع العوامل الأخرى، يعني عند ثبات concentration و temperature وعوامل أخرى تانية. تمام؟ فإذا البويلز لو هو قانون بيشرح عن العلاقة اللي بتجمع ما بين الضغط وما بين الفوليوم. كلما زاد الضغط، يعني أنا قاعدة بضغط كتير، لما بضغط كتير يعني بحول المادة لحالة تانية، يعني بقرب جزيئات المادة من بعضها، يعني بده يقل الفوليوم. تمام؟ فعم بحكي لي بويلز لو ببين لي إنه the pressure is inverse related to volume at constant pressure. هو مش بس constant pressure، هو مع ثبات جميع العوامل الأخرى. تمام؟ هذا القانون الأول. كيف الحل عليه أو شو بيجينا أسئلة عليه؟ أنا بجيب لكم إنه غاز مثلا نيتروجين غاز، لما كانت درجة، لما كان الضغط الأول مثلا 200 باسكال، كان حجمه 3 لتر. احسب لي الحجم اللي رايح يصير عند هذا الغاز إذا صار الضغط لا وصل ل 170 باسكال. تمام؟ فبدي أعرف مين P1 مين V1. P2 أنا أعطيتكم إياها، السؤال رح يطلبني أحسب V2. تمام؟ النوع الثاني من القوانين اللي أنا بستخدمه هيطلق عليه اسم دالتون لو أو دالتونز لو. دالتونز لو بيقول لي V1 يساوي R في T1 أو V2 يساوي R في T2. الR هذا أول عامل إحنا بنتعرف عليه، يطلق عليه اسم gas constant، ثابت الغاز، وهو رقم ثابت لجميع الغازات، وهو رقم بدنا نحفظه زي ما هو. اوكي، هذا ال R يساوي 0.08205، هذا الرقم ثابت لجميع الغازات، وانا ما بعطيك اياه بالامتحان لانه انت لازم تكون حافظه. تمام، القانون هذا بيشترط علي انه حجم الغاز يكون باللتر، ودرجه الحراره زي ما اتفقت انا وياكم بدها تكون بالابسوليوت تمبريتشر. أنا ما رح أعطيك إياها بالأبسوليوت تمبريتشر، أنا رح أقول لك درجة الحرارة هي 15 سلسيوس ديجري. يعني في عليك خطوة إضافية إنه بدك تحول درجة الحرارة من سلسيوس تمبريتشر، بدك تحولها للأبسوليوت أو للكلفن. تمام؟ تيجي بدك تقول لي إنه الكلفن تساوي 273 زائد 15، تطلع معاي درجة الحرارة بالكلفن. تمام؟ شو العلاقة هاي بتحكي لي؟ تحكي لي إنه كلما زادت درجة الحرارة اللي أنا بحطها للغاز، يعني قاعدة بسخن، هذا الحكي بده يؤدي إلى انتشار الغاز بمساحة أوسع، يعني بفوليوم أكثر. وكأني بحكي إنه العلاقة اللي بتجمع ما بين درجة الحرارة وما بين الفوليوم هي علاقة طردية. مع زيادة درجة الحرارة على هذا الغاز بده ينتشر هذا الغاز بحجم أوسع، فهي علاقة طردية. أوكي؟ كمان مرة، مع ثبات جميع العوامل المحيطة الثانية من ضغط وconcentration وعوامل ثانية. تمام؟
انتوا اذا ملاحظين انا كل مره بدرس عاملين عاملين، اوكي؟ فالعلاقه بتقول لي بدالتون لو تحكي لي انه the volume of the gas is direct related to temperature. العلاقه اللي بتجمع ما بين الغاز وما بين الحراره هي علاقه طرديه. اذا بزيد الحراره بده يزيد حجم الكونتينر او حجم المساحه اللي بده يتوزع فيها هذا الغاز، تمام؟ So increase temperature يعني increase volume of gas، تمام؟ العلاقه الثالثه هي عباره عن الجلايكوسايكلو تجمع ما بين pressure volume وtemperature، تمام؟ اذا بتتفرجوا الاولى P1V1 تساوي P2V2 هو عباره عن العلاقه الاولى. طيب V1 على T1 هاي إذا قسمتوا هاي يعني شلتوا الـ R هي تساوي قانون دالتون لو، فهذا القانون بيجمع ما بين القانون اللي قبل، تمام؟ اللي أنا بهمني كتير آخر قانون هو عبارة عن الأفوغادرو لو. أفوغادرو لو هو قانون بيجمع ما بين الضغط المطبق على المادة بوحدة ثابتة هي الاتموسفير، هي ضروري أنا أعرف الاتموسفيريك بريشر، بدي أعرف إنه الواحد باسكال 1 باسكال يساوي 760 مليمتر ميركوري، يعني الواحد باسكال يساوي 760 مليمتر زئبقي، تمام؟ هاي كمان حفظ. بدي أعرف إنه هذا القانون الفوليوم فيه بده يكون باللتر. بدي أعرف هذا القانون إنه النمبر أوف مول هي عدد جزيئات أو عدد مولات المادة ويرمز لها بالرمز N small، وهذا هلأ حالياً أنا رح أعطيكم إياه لأنه المفروض إنه بتعلمنا كيف نحسب النمبر أوف مول بوحدة الكالكوليشن اللي تجاوزناها، لكن هلأ أنا بعطيكم عدد النمبر أوف مول جاهز. الـ R اتفقت معاكم هو عبارة عن الغاز real gas constant وهو رقم ثابت 0.085 and so on. اتفقت معاكم أنه درجة الحرارة يجب أن يتم حسابها بالـ absolute temperature أو بالكلفن، تمام؟ هذا القانون الـ Avogadro Law أنا بعطيكم ثلاث عوامل وبطلب منكم تحسبوا الرابع لأنه الـ R already إحنا بنكون حافظينه واتفقت معكم إنه أنا ما رح أعطيكم إياه. ممكن أنا أعطيكم number of mole للمادة ودرجة الحرارة والفوليوم وأقولكم احسبوا الضغط، أو أعطيكم الضغط والفوليوم والnumber of mole وأقولكم شو هي درجة الحرارة اللي كانت عندها هاي الكرايتيريا، تمام؟ هذا السؤال find the volume بيقول لي find the volume احسب له الحجم. طب شباب انا شو اعرف انا احل على افوغادروز لو ولا احل على الجلايكوسايكل لو ولا احل على دالتون لو ولا احل على البويلز لو، على شو احل؟ شباب معطيات السؤال هي اللي بتحددك شو تحل. اذا انا معطيتك ضغطين وفوليوم ما في قدامك الا بويلز لو تحل عليه، لأنه بويلز لو هو القانون اللي الوحيد اللي بيجمع ما بين ضغطين وحجمين، تمام؟ إذا أعطيتك حجمين ودرجة حرارة ما في قدامك إلا دالتون لو تحل عليه، لأنه دالتون لو هو القانون الوحيد اللي بيجمع ما بين درجات الحرارة وما بين الضغط. إذا أعطيتك عدد مولات وإذا أعطيتك درجة حرارة وإذا أعطيتك مين اللي هو النمبر اوف مول، اذا اعطيتك نمبر اوف مول هاي الان مباشره بدك تحل على الافوغادروز لو، تمام؟ في اخر نقطه بدي انبه عليها، بحكي لي هذا السؤال فايند اوت ذا فوليوم، بده اياني احسب له الحجم ل 1 مول، 1 مول هي عباره عن النمبر اوف مول ان، فالان تساوي 1. قال لي كلمه ستاندرد كونديشن، لهون هيك بكون خلص السؤال، هاي هيك اضافيه عشان هلأ نفهم شو هي. شو يعني standard condition؟ لما باجي بحكي هذا السؤال حله على standard condition الظروف التالية بدك تكون حافظها وبدك تكون عارفها. standard condition يعني درجة الحرارة بتكون 0 سلسيوس وهي بتكون تساوي 273 كلفن، وبيكون البريشر يساوي 1 atmospheric pressure، واحد ضغط جوي.
هدول الشروط انت بدك تكون حافظهم. انا بكتفي بالسؤال باجي بحكي find the volume of one mole من غاز مثلا oxygen at standard condition. ما رح اذكر لك انه المقصود بستاندرد كونديشن انه درجة الحرارة هي صفر سلسيوس وبدك تحولها للكلفن تطلع 273. انت بدك تكون حافظ انه كلمة ستاندرد كونديشن درجة الحرارة عندها صفر والضغط الجوي عندها بيكون 1 اتموسفيريك بريشر. تمام، هاي هذا كمان سؤال تاني. شوف مثلا what is the volume، طالبني احسب الحجم. What's the volume of ethyl nitrate gas at 0 Celsius degree؟ اول شيء بدي احول درجة الحرارة من 0 Celsius degree لكلفن، تمام؟ and 760 millimeter mercury، 760 مليمتر زئبقي. إذا has 30 مل volume، أول شيء الفوليوم اتفقت أنا وياكم إنه لازم هذا الفوليوم يكون عبارة عن لتر، بدي أحول الفوليوم من أمل لليتر. وأعطاني الضغط الثاني آت، لما أنا غيرت الضغط عليه ل 74 مليمتر ميركري وغيرت الحرارة، بدي أحسب الحرارة بداية 20 سلسيوس و 0 سلسيوس، بدي أحسبهم قديش التنتين تساوي بالكالفن، وبدي أحول الأمل فعليا لقديش بيكون من اللتر. هذا إن شاء الله إنه بنحله لما بنرجع نداوم، يعني مش راح هلأ يزبط إني أنا أحل لكم إياه. تمام، اللوز فور ريل غازز هذا ما بدي إياه، ما رح ناخده وما رح نتطرق له هلأ نهائيا. تمام، في أي استفسار لهلأ؟ الأمور واضحة؟ دكتورة؟ نعم يس تفضل. بخصوص البي البشر، انا بستخدمه 760. لا 760. انا لازم احوله لاتموسفيريك اي تي ام، ولا بحوله لاي تي ام، ما بيزبط استخدمه 700. يعني 760 راح احولها لواحد اي تي ام، يس لون اي تي ام، ما بيزبط اتعامل مع العوامل الا حسب الستاندرد يونت اللي بتكون موجوده بالقانون. تعرف ليش لازم احولهم لدرجه الحراره؟ مثلا يجب انه يتم تحويلها من سلسيوس لكلفن، والضغط من مليمتر ميركوري ل اي تي ام، وال احكي معي وايش الفاكتور الثالث، والفوليوم من مل لليتر. ليه؟ لانه انا من الاساس القانون تبعي حاكمني بار، اذا بتتذكر هون R هي عبارة عن gas constant. هذا الغاز constant جوجل، افتح جوجل واكتب على جوجل gas constant رح يطلع عندك الرقم، ووحدة الرقم هلأ أنا بلكي بدورها وببعث لكم إياها، وحدة ثابتة. هلأ أنا في عندي أكتر من رقم للغاز constant، شو بحكمني أو شو بخليني أستخدم أكتر من رقم؟ شو هي الوحدات اللي أنا استخدمتها للحرارة وللضغط وللفوليوم؟ بس بما انه انا هلا ما معي مجال كثير اوسع الار جاس كونستانت، اكتفيت اني انا اقول لك الار جاس كونستانت هو رقم واحد، هذا هو احفظه، وبناء عليه بدك تحول لي جميع الوحدات الثانيه بما يتناسب مع الار جاس كونستانت، لانه الار رقم بيتغير بناء على تغير الوحدات، عرفت؟ بس بما انه انا ثبتت الرقم وقلت احفظه هذا هلا، بدي استخدم جميع الوحدات مع الاشياء الثانيه اللي معه. اوكي تمام. في اي استفسار شباب لهلا ثاني؟ رح ابلش بشيء بنسميه كيناتيك موليكولر ثيري. انا وراكم وراكم بالكيناتيك. كيناتيك موليكولر ثيري هي نظريه الحركه الجزيئيه للمواد. اوكي، بحكي لي بالبدايه انه اي ماده، قبل ما نبلش نتفرج على هذا الحكي، أي مادة إذا كانت هاي المادة موجودة بأي حالة فيزيائية، وجودها بأي حالة فيزيائية يعني يمكن يكون في روابط بتجمع ما بين جزيئات هاي المادة مع المادة المجاورة. تمام؟ في الحالة الصلبة بتكون جزيئات قوى الترابط ما بين المادتين أو ما بين جزيئين المادة الواحدة هي قوى ترابط عالية جداً، مشان هيك المادة الصلبة إلها fixed shape fixed volume وما إلى ذلك. في الحالة السائلة نوع الروابط بيكون أضعف،
مشان هيك السواء اللي يطلق عليها اسم موائع fluid. fluid من flow ability، من قدرة هاي المادة على التدفق وعلى الحركة. يعني المي بتضلها تمشي عادي، إذا أنت حطيتها على سطح منحدر بتضلها ماشية، فهي عندها قدرة على flow ability، على الميوعة. وبالنفس الحكي ينطبق على الغازات. الغازات بدون ما تحطها على أي سطوح هي عندها قدرة عالية على flow ability وعلى الحركة. تمام؟ طيب. بحكي لي هون ب when the temperature of the gas decreases، لما أنا ببلش يقل درجة حرارة الغاز، the gas molecule will lose some of its kinetic energy. يعني لما بحط أي مادة غازية بالثلاجة، بدليل شوفوا البيبسي. البيبسي هي واحدة من المشروبات الغازية. إذا كانت هذه الفيز درينك، هذا المشروب الغازي بالحرارة، أول ما تفتح الغطاء جزء كبير من الغاز والإيفابوريت بده يطلع، تمام؟ بينما لما تكون مبرد كتير، تخفيض الحرارة على الغاز بيزيد من نسبة إسالة الغاز، بيصير الغاز مسال أكتر، تمام؟ ليش بيصير مسال؟ لأنه تقل الطاقة الحركية اللي أنا مزوديتها لهذا الغاز. ليه؟ لأنه بصير في عندي loss of its kinetic energy as a heat. So the velocity، سرعة جدول، okay، جول per مور per كلبن، yes. بس إيش هدول حمزة؟ هذه وحدة R صح؟ وحدة الثابت العام للغاز. يا في يس، في عندي وحد، في لها وحدات تانية. You are right، مزبوط. طيب، فكنت عم بحكي إنه هون لما بتقل درجة الحرارة، يعني بتقل كمية الطاقة اللي أنا بزودها لهذا الجزيء، وبالتالي velocity or speed of molecule بتقل، سرعة هذا الموليكيول كتير بتقل، ما عاد عنده طاقة قوة دافعة إنه يتحرك. And when apply pressure, the gas molecule، لما بضغط أنا أكثر، جزيئات الغاز تقترب من بعضها أكثر، they will become so close to each other، تقترب من بعضها، لدرجة إنه تبدأ attractive forces، قوى ترابط، إنها تصير أكثر قوة، بتصير more than any other force result in this movement، بتصير قوة ترابط ما بين الجزيئات أكثر أو أكبر، وبالتالي يؤدي إلى تقليل سرعة حركة الجزيئات. في هاي الحالة لما أنا بضغط الغاز بصير اسمه pressurized gas، غاز مضغوط، وممكن إذا زدت الضغط شوي هذا الغاز يصير fluidized gas. fluidized gas بصير عبارة عن غاز مسال. ليه؟ لأنه بفعل الضغط اللي أنا طبقته على هذا الغاز تقترب جزيئات الغاز من بعضها، بتبلش تتكون قوة اللي هي الترابط فيما بينها، تكوين قوة الترابط فيما بين جزيئات الغاز بيجبر جزيئات الغاز على التحول، لأنه ما في مسافة تنتشر فيها وما في مسافة تبعد فيها جزيئات عن بعضها، فبتتحول المادة الغازية من حالة غازية إلى غاز مسال. وهذا اللي بيصير بأسطوانات الغاز اللي عندنا بالبيوت، والعطر والسبراي والولاعة وما إلى ذلك، تمام؟ This phenomena للعلم، هاي الشيء ما بيصير إلا عند درجة حرارة معينة. يعني عشان تصير عملية تعبئة للغاز بالأسطوانات أو بالعطر أو بالولاعات، لازم هاي العملية تصير عند درجة حرارة معينة. درجة الحرارة اللي يتحول فيها الغاز من حالة غازية إلى حالة سائلة ويسال liquefy هذا الغاز، تطلق عليها اسم critical fluid degree، درجة الحرارة الحرجة، ميوعة الحرارة الحرجة، critical fluid degree اللي هي درجة الحرارة اللي منعبي فيها الغاز على شكل مادة مسالة liquid، تمام؟ نعم؟ في أي استفسار شباب؟ في هاي الحالة in which the gas can، عند هاي النقطة الغاز بيتحول، can transform into liquid، بيتحول إلى سائل بسبب in the apply of small pressure given، لأنه درجة الحرارة بتكون درجة حرارة منخفضة تتناسب مع هذا الغاز،
مع شوية بريشر على هذا الغاز عشان نزيد يعني نبطئ سرعة حركة الجزيئات ونزيد من نزيد من اقتراب الجزيئات من بعضها، في هاي الحالة بضمن إسالة الغاز وتحويله لفلويدايد غاز أو لليكويفاي غاز. تمام؟ مثال على هذا الحكي اللي الفلويدايد غاز بالسي او 2 وبالأكسجين. شو استخدامات هذا الحكي بالفارماسوتيكال الاندستري؟ بستخدمه كتير بكل الأستاتيك غاز، كل غازات التخدير هي بتكون موجودة على شكل غازات مسالة. كمان أسطوانات الأكسجين اللي بيستخدموها للمرضى كمان هي عبارة عن غازات مسالة، زي مثلا الهالوثين. الناس اللي بتداوم بقسم التخدير بتعرف انه الهالوثين يطلق عليه اسم the gas of amnesia او gas of anesthesia. الايروسولز هي الايروسولز بخاخات الربو يا شباب، هي تحتوي على compressed gas، هي المادة الاكتف انجريدينت بتكون مادة بودرة دراي صلبة، لكن تحتوي على غاز مضغوط يطلق عليه اسم propellant. تحمل الاكتف انجريدينت على سطح هذا الغاز، ولما انا بضغط على البستن بضغط على الصمام تنطلق كميه متر كميه محسوبه من هذا الغاز وبتوصل للي هي الاورال كافيتي او للمنطقه للقصبات الهوائيه. Gases in it, it is used as a solvent. الغاز في الايروسولز بستخدمه as a solvent for the active ingredient، لانه انا ما بقدر احط سائل بالايروسولز. ممكن تكون المادة الingredient emulsion، ممكن تكون suspension، بس بشرط انها تكون حجمها كتير صغير قادرة جزيئات الغاز انها تحملها على ظهرها وتطلع فيها. During filling the aerosol with the gas we should consider the following factor. اول شيء ضروري اعرف انواع الغازات اللي بستخدمها بالaerosols، ضروري اعرف شو هو حجم الغاز اللي انا بدي اضغطه، وضروري اعرف the needed pressure and width of the open، قديش الضغط اللي انا بدي اضغطه لهذا الكونتينر وقديش مقدار ثقب الفالف اللي بدي استخدمه عشان تطلع منه كمية هذا الغاز. واضح الافكار لهلأ يا شباب؟ ها تمام دكتور. تمام شباب، انا رح اوقف لهون، ما رح ابلش بالعوامل المسؤولة عن solubility of gas لانه ما ضل معاي وقت. تمام؟ يعطيكم العافية مستر نوباني. أنا رح أترك اللابتوب هلأ. عم تسمعني؟ أنا رح أترك اللابتوب هلأ عشان anyway contact me. إذا عم تسمعني احكيني. يعطيكم العافية. الله يعافيك.